السلام عليكم الخوت، اليوم ان شاء الله بحول الله عندنا هذا الكالكيلاتور. فوالا لا ريفيرونس نتاعها هي اوديسي 16 اي 34. فوالا الخوت، اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نقراوها باوتو تونير. اي فوالا، حنا ركبنا الشيمه ديال الكابليات على الشيمه نتاعها. هادي اخوت غادي ديرو ليها ايموف، نحيدو ليها لونتي ديماراج.
فوالا الخوت كان تقطع لي الفيديو، فوالا هو كتب اخوتي، كتب الفيشي كامل، فوالا الكالكيلاتور ديبرونشي لي كابل. فوالا اخوتي الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وخلوا شي كومونتير مزيان، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.